يشهد محيط المدرسة الإعدادية خميس البريني بدرع النوش تحولاً نوعياً بعد تدخل بلدية درع النوش لتهيئة الساحة الأمامية ومداخلها وطرقاتها حتى تصبح مؤسسة لائقة بالتلاميذ والمربين والأولياء الذين عانوا الأمرين من جراء صعوبة الولوج لداخل المدرسة أثناء تهطل الأمطار التي كان من الصعب دخولها بسبب تراكم المياه بالساحة. مرحبا بكم، شرفتونا في درع علوش مرة ثانية. بالنسبة اليوم باش نحكيو على المدرسة الإعدادية بدرع علوش باسم سيخ مايس البريني اللي سميناها مؤخرا المرحوم سيخ مايس البريني، تكريم له. كان هو أول رئيس بلدية درع علوش، وكان هو السبب في البنيان هذا الكوليج اللي موجود بحذاه احنا هنا، وباش وليداتنا الصغيرات الكل تلموا هنا وقعدوا يقراوا. ما عادش كانوا قبل يمشيوا للغزاز والهواريه والقليبيه، اليوم تبارك الله الكوليج لم اهل مدينه درع علوش الكل واحوازها. دخلنا في الكوليج كبلديه، دخلنا عملنا له تحسينات كبيره، ما فيها الواجهه البرانيه نتاع بالجرافيتي بيضناها ودهناها، والحق نتاع ربي لقينا زاد تسهيلات مع عند وزاره التربيه مع عند المندوب وسيد المدير واللي القايمين والاساتذه كل اللي موجودين لهنا، حق فرحوا وزاد هما بيدهم عاونوا باللي يقدروا عليه، وان شاء الله بقدره ربي قاعدين نعملوا في تحسينات زاد البرة باش تخدم قدام الكوليج الطريق نتاعو كل اوروبي ان شاء الله. دي سي نتاع جمعه اخرى بحاول يكون الاشغال تامه ومهيئه من جميع ما. باسمي محمد سلامي، ناشط المجتمع المدني ابن مدينه درع علوش، نخدم في المؤسسه دي بالاشتراك مع بلديه درع علوش، ديما نحاولوا باش نحسنوا وضعيه المدرسه، نحب نحسنوا زاد المحيط المدرسه. تشوفوا معناها الانجازات تاع البلديه في المدرسه من التبييض، والحق يقال وانه كل ما معناها استحقينا البلديه واستحقينا اطارات وعمال البلديه الا كانوا معنا وكانوا السرد نتاعنا، لكن ثم بعض النقائص في معناها اللي حسوا بها اللي عاملين فيها خصوصا والتلامذه. مثلا نعطيك ابسط حاجه، غياب النشاطات الرياضيه الثقافيه. فما جمعيه النجوم الرياضيه بدرع علوش، بالرغم من اللي من ضعف الامكانيات، معناها ناس قاعده معناها شو يقولوا تضحي، اي تضحي باش ما تخليش الصغيرات تاثرك، صغيرات تخليهم في 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 محيط نظيف، في محيط معناها باش يكونوا نهار اخر ناس معناها فاعلين. ثم زاد كذاك مثلا جمعيه الالعاب القوى، معناها لكن ثم امكانيات ضعيفه برشا، اللي ثم ناس تنقطع مبكرا على النشاطات، ما ثماش تشجيع، وبالرغم اللي ثم مثلا برشا مصانع برشا مؤسسات اقتصاديه اللي معناها تنجم تعاون، لكن فما عزوف كبير. شيء نازل بالحاجة الحومة، صحيح انا قبل كنت نقرا هنا، عندي 3 سنين من اللي خرجت يعني من الكوليج هذا، يعني تو ناقل في لسي الهوارية. وزيد صحيح هذا اللي سي قبل كان كي تصب شتي يعني برشا مطر، يعني كان برشا يعني فيضانات تصير يعني كيف لسي، حتى من البروفيت يعني يولي غياب كبير يعني، وهذا يأثر على التلميذ. يعني كيف بروف ما يجيش يقري خاطر اسباب يعني مطر تصب شويه، يجيش قليل بروفيت يقري، وحتى متلامذة زاد راه كي تصب مطر ولا حكايه يعني ما يقاوش كيفاش تعداو، زاد تولي كيما برنامج ما يكملش. كيما شنو؟ برنامج الدراسي نتاعهم ما يكملش معناها بالغيابات. البروجرام ما يوفيش بالرسمي، البروجرام ما يهم حتى بروفيت ما يوصلوش يكمل البروجرام تاع القرايه نتاع التلميذ، يعني يبقى معاناة للتلميذ زادة، ومعاناة يعني التلميذ حتى يضيع قرايته معناتها، خاطر ما فماش يعني لازم يوفروا له برشا امكانيات يعني باش كي تولي تصب المطر ما عادش يعني ما عادش يعني. بدات الاشغال شنو رايك؟ بالنسبه تو اي سافا تو امور بدات تتحسن يعني فيها يعني فما حكايات يعني مش برشا ما كوم واحد اللي ديما يقول على الاقل عملوا مجهود، على الاقل عملوا مجهودات اي مش مجهودات كبيره برشا، هذاك كبار مجهود اللي عملوه مش معدل تقرا فيه انت تو شو حوالي؟ ايوه لا نقرا في معهد الهواري، ولا معهد الهواري صحيح قبل كانوا مكسر يعني كل شيء، اما تو زاد والسنين زاد هذايا في السنين العام هذايا حسنوا فيه ياسر يعني، تطوروا وبناوا زاد
وتوا ولزاني وكل شيء حكايه يعني تقدم زاده فما حكايه يعني ولا يقر. تقرا هنا في دار علوش؟ ايه. كيفاش كانت البطحه هذه؟ كنت مش متها كيش نقول هي مش متهيئة. برشا مطار وبرشا مية. ديما كيصب تصب المطر كلها تولي بالمية. تلقاو صعوبة باش تدخلوا للمعهد؟ كلش. اي اللي يجيو في الكار يلقاو صعوبة كيش يدخلوا. ديما ولاد المنطقة تعرفوا كيفاش تدخل. يعرفوا. أما هما حوايجهم يتمسخوا. هكاك. شنو رأيك تو تحسنت؟ شوي 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 شوي. حبوا تولي مخيرة؟ أكيد حبوا تولي مخير. الإنارة باهية تو؟ إنارة؟ الإنارة باهية. في الشتاء؟ باهية. أما ساعات تقص وحده كذا. شنو حول القراية تو؟ لاباس لاباس. السادة ما عادش يغيبوا تو، ماش قدوا لهم بعد البقعة على الأقل ما عادش ثم مطار برشا. طبعا فمش مطر ما يجي ولا سيد بل كانت الغيابات من الاخر كانوا غيابات برش زد باهي تولى المعهد كلش بتاعكم باهي الاساتذه باهيين 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 انتم لاباس ما عندكمش مشاكل مش برشا معناها ساعات يعملوا مشاكل اما ما يخليوهمش هنا نسبة النجاح ما عندكش فكرة ثم نسبة نجاح باهية في بالي فم الكلاس نتاعك سافا؟ ايه لا سافا سافا. انا قيس القيبس مواطن من دار علوش كنت نقرا في الكوليج نتاع دار علوش هذايا فهمتني من بريسك ثاني عام كي حلت دخلت نقرا خرجت منه 2006 فهمتني في الزون هذيك قبل كانت الظروف فهمتني ما تصلحش جمله ظروف سيئه للغايه. كانت المطر لهنا هكا فهمتني الماء لهنا هكا ما نجموش نتعداه ونحيو سبابتنا فهم ونشمروا سراولنا ونقصوا من هنا هكا كانت برشا غيابات بار اكزومبل اولاد دردبوس سيد مذكور يعني ما نجموش يجيو لهنا ما نجموش يتعدوا يوصلوا غادي ويرجعوا كانت الظروف كانت معناها خايبه على الاخر حتى فهمتني الداخل فما ماء وفما كل شيء توا بريسك عامين بدات الاشغال فهمتني متقدمه وكل مره نزيدوا حاجه صلت الاشراف مشكورين كل مره يزيدوا حاجه فهمت في الطريق في الكوليج الداخل فما حتى الظروف ولت مريحه نوعا ما ولت معناها فهمتني خير من قبل وتحسنت برشا الظروف يعني حتى الغيابات قلت التلامذه ولاو يقراو والمعلمين والاساتذه قبل يلقاو صعوبات كبيره ما ينجموش يدخلوا للكوليج سيرتو قدام كي تدخل من الباب لهنا هكا بلاصه واطيه على الاخر الماء يتعبى ومن قبل ما يعملوا الطريقه هذيا قبل ما يعودوه كانت قالته كبيره ما ينجم حتى حد يتعدى. اسمي سلمى الجيبسي قريت عام ناول في الكوليج درع علوش. بالنسبه لي الكوليج هذايا باهي برشا خاطر طلع عجيل منه ومازلش يطلع اما الناس اللي دايره بيه ماش باش تخليه تتطور ولا العباد اللي تقري فيه ولا المسؤوله عليه نورمالمون فما مؤسسات اخرى تزيد تعاون وجمعيات وبرشا حاجات لان ياك فما كانش المسرح ولا حاجه وفي جمعيه كانش فما كان الفولي معناها فما لازم برشا حاجات تتاسس فيه باش يتطور انا وصحابي كنت نقراو لهناك كنا نرو في برشا كولاجات عامله برشا مؤسسات فيها وتشجع في التلامذة كيفاش باش تقرا لين هكا من فما شيء ابار المسرح عندك المسرح يتشد الدار معناها يا مش حتى انشطه لهنا فما كان المسرح تقرا المسرح ولا ما فماش ما تقراش المسرح ما تدخلش في جمعيه تسمى تطلع اصلا ماكش واعي وما عندكش حتى شيء في مخك باش تمشي بينها راخر تمشي اللي سي ولو يذموا فيك وش بيك ما خرجش مش انفتاح على المجتمع المدني فما مش ما فماش اما مش لك الكل فما برشا اصلا لهناك القايمين معناها يعاونوك باش تشجع والكل كي لكن والمدير يشجع مش لك الكل القايمين ممكن اكثر يشجعوك ويقولوا لك كمل والكل كي يقول لك كمل ما عندهمش الاحتياجات اللي باش يكمل الكمكانيات الإمكانيات هذه بتتوفر بالتعاون مع البلدية ومع المجتمع المدني. البلدية
لكن للاسف احنا جينا باش نصوروا النشاط بين البلديه والمؤسسه التربويه، لقينا كان الصد، رئيس مدير المدرسه المعهد الكوليج سكر تليفونه والمندوب قال تصور كان من برا. برشا حاجات راه نجم يصيروا في المؤسسه دي من تجاه المدير نتاع المؤسسه، معناها المدير نتاع المؤسسه هو المسؤول لهنيا، كان جايب بايد مدام منيره وسي ربيع معناها ينجم تدخلوا ما عندنا حتى اشكاليه. حامد دونيس نسكن بحدا الكوليج هناكايا، دوبا ما جيت لهناكايا شفت معناتها حتى الكوليج الحاجات اللي موجوده فيه ماشي مريقله بالقديه، فهمت؟ بفضل تدخلات سيد رئيس بلديه والاعضاء نتاعو فهمت تحسنت الامور، فهمت؟ وكان هناك حتى الماء كي تصب الشتاء فهمت حتى تلامذه ما لقاوش حتى كيفاش يدخلوا الليسي باش يقراوا، فهمت؟ كان التغيبات نتاعهم موجوده وبفضل رئيس البلديه هي اللي هيئه البلايصه فهمت، وخلى حتى الكوليج معناتها في ابهى حله وعمل عمليات اللي نشكروا عليها فهمت وبارك الله فيه. قالوا لي هنا تبدا فيضانات وقت تصب المطر. صحيح وقت تصب المطر فهمت بلاصه جات كالمقرع نتاع الماء فهمت تصب فيه المطر معناتها ما عندوش حتى الماء منين يمشي ومنين يخرج فهمت، ولات حتى البلديه تدخل فهمت بالاعداد المعدات نتاعها باش تخرج الماء من الليسي ويدخلوا تلامذه اخرى. تو هاي يظل بدات الاشغال تو بدات فما تهيؤات جديده معناتها بدات الكوليج فهمت بالنسبه للطريق وبالنسبه للتهيئه الدخلانيه فهمت في التيبيز نتاعها والصيانه نتاعها، وان شاء الله من حسن الى احسن. في الشتاء يروح مطمئن التلميذ والولي. لا مصلي على النبي، يروح في الشتاء مطمئن ومريقل من الطرقات قاعدين نهيئوا فيها من الكليراج بيبليك كل شيء قاعدين. الحق المجلس البلدي هذا جاء خذا على عاتقه برشا حاجات صلحناها برشا حاجات هيئناها وان شاء الله فيما احسن وخير. مش مشاكل في المحيط المدرسي هنا؟ لا لاباس، ما عندناش مشاكل، لا لاباس الحمد لله. الحق كنا معناها لاهين بصغيراتنا الاولياء وكله قريب، وجاء في منطقة سكنية أكثر فيها مش متطرفة مش بعيدة على المنطقة العمرانية، معناها جات في منطقة العمران الناس كل لاهية ببعضها بوليداتها، فما أي حاجة يراجعوا للأولياء نتاعهم والحمد لله. الناس كل تعرف بعضها. صحيح الناس كل تعرف بعضها، هذاك علاش لحمة واحدة يد واحدة. تعتبر المكتبة العمومية محمد العروسي المطوي من أهم المنشآت التربوية والثقافية بولاية جابس لما تتمتع به من فضاء شاسع وموقع استراتيجي بمعتمدية المطوية. المكتبة العمومية محمد العروسي المطوي بقدر ما تخلد ذكرى أديب فذ بقدر ما تفسح المجال للتلاميذ والطلبة وحتى المربين للاستفادة من مخزون الكتب والقصص والدواوين التي تعج بها هذه المكتبة أثرية. شنو الاسم؟ أسامة أبو فايد، نقرأ بكالوريوس وتوا يعني في مكتبة محمد العروسي المطوي باقي الريفيز تو في بيريود ريفيزيون، نحضروا للباك برينسيبال. كيفاش كانت التحضيرات خاصة من الباك بلون؟ والله بحكم معناتها نراجعوا من أول عام وكنا أجور في كل شيء، إن شاء الله بقدرة ربي لاباس وإن شاء الله نجيبوها، وبون شانس للعباد اللي تفرج الكل تقرأ في الباك. ديما تجي المكتبة؟ أكيد معناتها ديجا ماهيش بعيدة على الدار، معناتها أنا مزهر برشا اللي بحذا المكتبة والسباس هذايا، سباس ياسر رايد يخليك في جو متاع قراية تريفز بالكدا، سباس فيه برشا حاجات فكرنا بالأديب متاعنا محمد العروسي المطوي، كيما تشوفوا السباس لهنا معناتها فرصة باش نخلدوا التاريخ متاعنا، واحد من أهم الأدباء اللي عنا في المطوية. معناتها كان من أهم المناضلين اللي شهد على الاستعمار وشهد على الاستقلال، معناتها حاجة ما نجمو كان نفتخروا بها، وخاصة معناتها الكتابات متاعه وصلت للوطنية وللعالمية، اليوم الكتابات متاعه يقروا فيها حتى البرة، فهمت؟ شو العناوين اللي تعرفهم على الأديب العروسي المطوي؟ فما توت المر، فما حليمة، فما فرحة الشعب، فما حبيك، فما برشا حاجات، اما هذوما من اشهر الروايات اللي انتشروا في على نطاق واسع، فهمت؟ السلامه، مرحبا بمشاهدين
قناة الجنوبية. احنا اليوم في حصة تحيين قصص للأطفال من أجل تحفيزهم وتغيير القصص اللي درسوها في السنوات الفارطة من أجل أن تكون المطالعة عنصر أساسي في حياتهم من أجل تحسين مستوياتهم في كل المواد الأخرى. القصة هذه اللي عندك جديدة ولا قديمة؟ هذه قديمة تابعة مستوى من المستويات، لكن احنا نحب نغير العناوين من أجل أن التلامذة يخرجوا زادة شوي على الروتين، باعتبار أن القصص قاعدة تتجدد، وباش ندخلوا لهم معناها كل ما يحفزهم أكثر من أجل مسيرة المطالعة، باعتبارها هي رافد وأهم عنصر يمكن أن يتغير به مستوى التلامذة في الحصص القادمة إن شاء الله في السنوات القادمة. نجم نعرف شو الاجتماع اليوم؟ مرحبا، تفضل في الكلية. نقدم لك نفسي ساعة، رفيق بالحاج، أستاذ فوق رتبة مميز للتعليم الابتدائي. اجتماعنا اليوم في إطار تحديد عناوين المطالعة، انطلاقا من أن المطالعة هي رافد أساسي من التعلمات الأساسية، والمطالعة تزيد التلميذ تنمي قدراته المعرفية والثقافية. احنا اليوم اجتماعنا لتحيين بعض العناوين المعروفة اكثر في العالم القصص، يعني القائمة موجودة احنا قاعدين نقيموا فيها توا، نشوفوا انها القصص اللي قاعدة موجودة على الساحة والقصص اللي مهاش متوفرة برشا. الجلسة متاعنا اليوم هي تحيين العناوين باش نضبطوا قائمة نهائية ونمدوا بها التلامذة متاعنا. قاعدين يطالعوا التلامذة. هو بالنسبة للمطالعة كما قال سي رفيق هي معناها ضرورية بالنسبة لتحفيزهم على الإبداع مثلا في مجال القراءة أو مجال كتابة القصة أو مجال التواصل الشفوي. بالنسبة للتلاميذ هناك إقبال يعني يعتبر جيد باعتبار أن المعلم بصدد معناها تحفيز التلاميذ على المطالعة، لكن يبقى هذا غير كافي، يعني يجب مثلا اختيار قائمة من القصص التي تتماشى مع قدرات التلاميذ، وهذا يتم من خلال مشاريع نقوم بها على مدار السنة. يعني التلميذ في مادة القراءة أو في على مدار السنة يعني يقرأ تقريبا 8 وحدات، كل وحدة نختار القصة المناسبة التي تتماشى مع قدراته والتي لها علاقة بالمدار أو بالمكون الكفاية أو الأهداف المميزة لكل لمجال اللغة العربية. بالنسبة للتلاميذ إذا كانت هناك قصص يعني مناسبة تتماشى مع قدراتهم تكون يعني أيضا محفزة تكون عندها إخراج جيد، هناك إمكانية لجعل التلميذ يقبل أكثر فأكثر على المطالعة. وشو رأيك في الدعوة اللي وجهتها النقابة تاع نقابة التعليم لمقاطعة أسلحة امتحانات البكالوريا؟ والله حاجة ممكن يكونوا هما سبب في أنهم يطيحوا المورال متاع التلامذة اللي باغين يحضروا، هما يتحملوا المسؤولية متاعهم في أنه لو كان يقع أي تجاوز وإلا أي مشكلة نجم تصير تأثر على معنوية التلامذة. إن شاء الله ما يصيرش هذايا، إن شاء الله يلقاوا حل وإن شاء الله المشكلة تتحل في أقرب وقت باش يتعدى كل شيء على خير. المركب الشبابي ثانية البيبي جابس هو فضاء من أكبر المنشآت الشبابية في الولاية لما تحتوي عليه من وحدات ومرافق عديدة على غرار الملعب الرياضي والقاعة الرياضية المتعددة الاختصاصات إلى جانب الإذاعة الشبابية والمبيت والمطعم وغيرها من المرافق الأخرى التي تمكن الشباب من الترفيه والتثقيف كالمكتبة وقاعة الرسم وقاعة الأعلامية. مع منيا سعيد قايد مديرة المركب الشبابي سنية الباي. مؤسسة هذه مؤسسة عريقة برشا، معناتها تم انبعاثها منذ سنة 57 كمعناها مركز للشباب،
عاشت برشا محطات باهية في العمر متاعها وفي واقع يعني الجهة، احتضنت معناتها الكثير من الأنشطة اللي هي كانت حتى دولية، كانت هنا تقام يعني الحظائر العمل التطوعي، كذلك كانت مركز تخييم معناتها من أحسن مراكز التخييم معناها في تونس، نظرا يعني للفضاء الشاسع ونظرا للفضاء الغابي وما تتميز به يعني من طابع يعني بالحق معناتها يمس جهة جابس كواحة وكممتاز بها، قربها زادة من قربنا من البحر معناها كجابس معناها منطقة ساحلية والكل، خلى برشا ناس ترتاح وكانت عندنا برشا وفود تجي حتى أجانب. أنا بشرت فيها العمل متاعي منذ جانفي 2019، لقيتها في ظروف صعيبة شوي نظرا لأنها في وقت ما أصبحت يعني مركز للرياضيين فقط، يعني يمكن حادت على الجانب اللي نقوله احنا الثقافي السياحي. منذ سنة 2013 تم إعادتها إلى الإدارة العامة للشباب ورجعت مركب للشباب. احنا توا في فضاء التي في ويب والتي في وراديو ويب، انطلق في الاول التي في ويب معناتها منذ سنة 2017 تقريبا، ثم تم بعث نادي راديو ويب سنة 2021. تدير الفضاء هذا زميلتنا اللي هي منشطة الأستاذة نادية بالضيافي، مجموعات معناها باهية من الشباب قاعدة ترتاد الفضاء هذا. للأمانة معنا ما زلنا في طور يعني التكوين الشباب اللي باش معناتها يكون معناتها العنصر الفاعل ويكون فاعل في الفضاء هذايا، كيف زاد زميلتي معناتها تم تكوينها معناتها في برشا يعني ملتقيات، احتضن الفضاء هذايا الملتقى الإقليمي لإذاعة الويب معناتها في ديسمبر 2021، ومعناها إن شاء الله نقوله يكون عنده معناتها مستقبل ويكون حركي أكثر من اللي هو موجود عليه الآن. احنا تو في القاعة الرياضة معناتها في المركب الشبابي سنة الباي، القاعة هذه قاعدة تحتضن في عديد الجمعيات خاصة في الرياضات الفردية اللي هما الكاراتيه الكيك بوكسينج، فما المسكيلاسيون زيد عنا برشا من الشبان معناتها يجيو يعني عنا جمعيات، نتمنوا أنها معناتها نلقوا حل، نرجعوا ديما نفس الموضوع اللي هو حل الفضاءات، إشكال تكون مستقل على الآخر، كل نشاط مستقل على الآخر لأن التجهيزات كما تلاحظوا متوفرة وموجودة، لكن فما أنكمبرمون في القاع ما فماش معناتها راحة كبيرة لأنها تتداول عليها برشا الجمعيات كما قلنا معناها كل واحد ونوعية النشاط متاع هذا اللي هي القلب النابض بصدق معناها متاع المؤسسة لأن فيها رواد برشا ويستفيدوا منها زادة الطلبة في الجامعات المجاورة معناتها للمركب، يعني جميع الأنشطة الرياضية تتركز حول القاعة وحول الملعب اللي هو ملعب زادة كبير ومتميز معناها في الجهة متاعه، عندنا زادة كيف المدرسة الابتدائية المجاورة لنا النشاط الرياضي متاعها تقوم به في المركب، وهذا يدخل في إطار احنا وين صب تنفع يعني احنا شباب كل وين أي كان شاب المهم يكون الاستفادة متاعه. بتبيع بالنسبة للجمعيات على وجه الكراء بأسعار يعني معقولة جدا يعني، وهذا هو بهدف شنو هدف هو باش نوفروا فرصة للشاب باش يلقى النشاط اللي يحبه بأسعار زادة معقولة.
انت طباخ المطعم هذا؟ اي انا جمال طباخ المسؤول هنا على المطعم. باش تعملوا كل يوم ويومه؟ والله حاليا لا، حاليا نخدموا بالجروبات، اما كنا قبل عندنا جماعه الالعاب القوى والسبور والمنتخب الجهه كنا نخدموا اجور، اما حاليا بحكم من جت كورونا ما نقصت شويه خدمه، نخدموا جست جروبات مجموعات. قديش كل يوم تقريبا؟ والله احنا مثال اليوم عندنا 80، البارح عندنا 180 ملتقى تاع الوطن للرياضه بقابس، وعندنا ديجا الصباح 380 كسكروت ساندويتش معاه. تنوع في الاكلات؟ اي كل يوم ميني، فما اللي يطلبوا، فما المجموعات ولا الجروبات اللي يطلبوا هم الميني شنو، ولا الا احنا نختاروهم يعني. فما اللي يحب الحوت اللحم جا هم وما يطلبوا. احنا اليوم المنظمه التربيه والاسره شنو طيبتوا لهم اليوم؟ عندنا سلطه مشويه، سلطه تونسيه، حوت قاروص، ورز بالصوص كما شفتم بكري انا على عينكم. حوت من بحره هذا؟ والله لا، عندنا احنا شكون ما نجيب لنا نشرو، ما احنا نعملوا مارشي وهم يجيبونا، فهمت كيف؟ اما ديما حوت فريش جديد، معناها ما نستعملوش حاجه. عندنا ساسي عوني داري بالمركب الشبابي سنيه البي، مرحبا الساعه بقناه الجنوبيه. مركب شباب سنيه البي معنا قاعد يتقدم من سنه الى اخرى، وبحول الله معنا السنه هذه معنا شهد تطور ملحوظ عقب انتهاء الاشغال بالوحدات السكنيه وتحسين المطعم والمطبخ، وطاقه استيعاب اصبحت في حدود 90 فرش، والمطعم في حدود 120 شخص معنا نجموا نستقطبوا، وان شاء الله معنا نطمحوا معنا ما احسن، وبحول الله معنا المركب مازال يقدم معنا خدمات ما خير حول الله. كنت قيدوم شنو لاحظت ما بين الفرق بين قبل وتوا؟ والله هو قبل ممكن فما البيروقراطيه نتاع الاداره والمسؤولين نتاع قبل، وممكن خدمه النسي مش كيما خدمه الرجال. معنا اني خدمت مع نسي خير من الرجال، هما خدمه النسي راهو ما قلتش النسي خير من الرجال، معنا العمل مع المراه خير من الراجل، معنا مش خاطر الراجل ممكن ما فما، معنا التواصل مع المراه خير من الراجل، فهمتني؟ كي كاني بحكم معنا تو سبعه مديرين معنا تعاملت معاهم، والحق معنا ما همش هكا معنا نحب يقدموا الاضافه للمؤسسه ولا حسب الامكانيات اللي توجدت في الوقت هذاك. الحق من اللي جت مدام مونيا سعيد قايد معنا من 2019 هي غامرت معنا وبجهود كافه الاعوان والعمل، وحاولنا معنا تحدي عملناه باش نقولوا المؤسسه هذه اللي كانت عباره باش تندثر معنا الحق يقال، قلنا ننهضوا بها ونردوها معنا مؤسسه في المراتب الاولى بحول الله في تونس. هذايا الفضاء يعني الجيمنج يعني قاعة ألعاب تضم يعني الألعاب الإلكترونية أيضا الألعاب الأخرى اللي تعتبر رياضية كما البيبي فود. الفضاء هذا كان معناها فضاء في شكل يعني مخزن للأثاث معناها، لكن احنا نظرا لقلة يعني الفضاءات في المؤسسة واللي هي تعاني من قلة الفضاءات الثقافية في الفضاءات اللي كانت نورمالمون هي تحتضن الشباب الكل، استغلالها موجود الآن على ذمة الطب الرياضي، الطب وعلوم الرياضة. دونك اجتهدنا احنا باش ما نحرموش أولاد الجهة من النشاط أنه عملناها فضاء للألعاب، وإن شاء الله نتمنى احنا الإشكال اللي موجود في المؤسسة هذه هو وجود الطب وعلوم الرياضة في الفضاءات الثقافية للمؤسسة يتم حله الإشكال، هو في طريقه للحل، تم يعني توفير قطعة الأرض على أساس البناء، إن شاء الله نقوله تم رصد الأموال على أساس يعني كيف الوزيرة السابقة أخذت فيه قرار معناها
والله خذوا فيه قرار كل يعني من اللي دخلت انا من سنه 2019 مدام وقت الوزيره السيده سونيا بالشيخ يعني خذت قرار اخلاء المحلات هذوما ويجات حل انه على وجه الكراء، ولكن ما تمش تنفيذ القرار هذا. بعد جات عملت زياره للوزيره السيده سهام العيادي واخذت قرار في اخلاء المحلات هذوما لفائده شباب المنطقه، لانهم شباب متعطشين للنشاط ومتعطشين والفضاءات غير موجوده وغير متوفره، ولكن ما تمش تنفيذه. ونتندو ان شاء الله نقولوا الاشكال وقت اللي توجدت قطعه الارض، ومشكورين السلطات الجهويه يعني وخاصه بلديه قابس انها معنا وفرت قطعه الارض بسرعه. نقولوا ان شاء الله مشكوره الوزاره. المركز مغلق تو ماهوش قاعد ينشط؟ لا حاليا ينشط بالنسبه للمركز البان اليوم ممكن ما معناها ماهمش متوجهين، لكن هو ينشط يقوم بدوره، ولكن ما ينجمش يكون دور مؤسسة على حساب دور مؤسسة أخرى. احنا توا في قاعة الاستقبال، هذه قاعة معناها محدثة جديدة معناها سنة الاستقبال، ضيوفنا من شباب معنا تونس اللي جوا في زيارة المركب وفي زيارة قابس الكل. يكون الاستقبال في الاول هنا، توصل الحافله يهبطوا الشباب هنا، نقسموا لهم الشامبر، نعطوهم المفاتحه نتاعهم، ويكون استقبال حقيقه في مستوى معناتها شباب معناها تونس. بسم الله الرحمن الرحيم. حسام ترمودي رئيس مكتب الجهوي التربية الأسرة جابس. كمكتب جهوي عندنا 10 مكاتب محلية، كل معتمدية تم مكتب محلي، وعندنا 3 مؤسسات تابعة لمنظمة التونسية للتربية الأسرة اللي هي معهد الأمل المارث، ومعهد الصمود الخاص، ومعهد النجاة الخاص بالحمة، وعندنا روضة أطفال الأيادي الصغيرة في ولاية قابس، في ولاية قابس معتمدية قابس الجنوبية. وهل المؤسسات هذه تقوم بدور اجتماعي كبير، تعاون في ناس ما عندهاش باش الامكانيات باش تقري ضريها، سواء في الليسي والا في الروضه، حتى الاسعار زعمني في المتناول ورمزيه. مدام سميره فرحات، مربيه طفوله، خبره 31 عام تنشيط، مكونه بمدرسه التكوين المهني للاطارات، نكون في الطلبه اللي يتخرجوا مديرات رياضه ومديرات محضنه. مربي الطفولة، نشرف على القسم التحضيري إن شاء الله العام الجاي كان عشنا بروضة الأيادي الصغيرة. الروضة القديمة المتجددة، الاسم جديد، النفس جديد، التجهيزات جديدة، المحل الكل قاع تجديده. هذه بشرة بالطبيعة الأهالي متاع المنطقة هذه في قابس الجنوبية الصبخة بالتحديد بحدا الإعدادية متاع التلامذة، اللي هذه القاعة بالنسبة للقاعة هذه جديدة إن شاء الله اللي باش تكون الأطفال السنة التحضيرية.
التسجيل ديجا وقع، معناها الانطلاق في تسجيل الأطفال للسنة التربوية إن شاء الله القادمة. إن شاء الله تكون مبروك على أطفالنا وعلى أوليائنا. كيف كيف نحب نهني الأولياء ونحب نهني المتساكنين متاع منطقة الصبخة بجبس الجنوبية على الإنجاز معناها العظيم اللي وقع في الروضة دي، اللي وقع تجديدها كليا من البنية الأساسية إلى الإطارات إلى الإطار المشرف. وشكر كبير بتبيع المنظمة التربية والأسرة على اللفتة الكريمة للروضة هذه، وبتبيع معناها للمجموعة النيرة اللي خذت الروضة هذه على عاتقها وصرفت فيها برشا فلوس، وعلى راسهم بالطبيعة على راسهم بالطبيعة سي مدام حسنة فلاح اللي دخلت معناها بكل تجديد وحبت تجدد معناها كل شيء في الروضة. سلام، مرحبا بكم. أنا زينب نفاتي، مربية طفولة أولى ومبكرة. أنا موجودة هنا في روضة الأيادي الصغيرة بصفتي مديرة الروضة ومنشطة قسم ثلاثة سنوات قسم الفراشات. كيف ما تشوفوا هذايا قسمي في طور التهيئة، قاعد كل مرة نحسنوا فيه شوية شوية. ما شاء الله قاعدة تتحسن بالباهي بالباهي، وإن شاء الله مازال الأحسن والأكثر إن شاء الله. شو علاقتكم بالطفولة؟ أطفال شو علاقتكم بهم؟ كيفاش تصرفوا معهم؟ هم الحياة كلها معهم، هم والجو معهم، هم والخدمة السمحة كلها معهم، هم الألعاب معهم، جوهم هم ألعاب، كل شيء تخدم معهم بالألعاب، كل شيء. علاقتكم بالأولياء؟ علاقة تواصل، عنا تواصل ما بين بعضنا، هم احنا نكملوهم وهم يكملونا، هكاك كنوا لازم باش نخرجوا صغير كامل من هنا لازم يكون تواصل مع الولي ومع المربية باش نجموا نخرجوا صغيرات ممتازين ان شاء الله يا ربي. شنو علاقتكم بالوزارة ومندوبية الطفولة؟ علاقة طيبة على الاخر، نشكرهم برشا ما شاء الله عليهم، كل شيء عاونوا فينا، نوحلوا في حاجة يسهلونا كل شيء، نتوجهوا لهم في أي حاجة يجاوبونا بكل رحب. لا شكر خاص لهم الكل، شكر خاص. وتبقوا في كل الشروط كما يلزم؟ أكيد لا، كل شيء نطبقوا باللي هو، حتى كان عمل ما نزيدون حسن وعمل ما نطبقوا إن شاء الله ما خير من أكثر من اللي مطلوب إن شاء الله نعمله. الفضاء واسع كما هذا؟ لا ما شاء الله، ما زلنا بدينا بالإطار الداخلي وإن شاء الله ما زال الخارجي وعملنا ما نزيد نحسنه إن شاء الله. مرحبا بكم في فضاء الأيادي الصغيرة، روضة أطفال تتبع المنظمة التونسية للتربية والأسرة، حي الازدهار جابس. فضاء قديم متجدد متواجد في جابس الجنوبية، حي الازدهار من سنة 86، تداعى إلى بعض الإخلالات قديما. قمنا أخذنا على عاتقنا، وأنا واحد من الناس خذيت على عاتقي أن يعني نجدد الفضاء هذايا وننهض به حسب كراسة شروط جديدة اللي مطلوبة من الوزارة. قمنا بالتحسينات خاصة على مستوى القاعات الداخلية والمركب الصحي والمطبخ، وحضرنا جميع الملازم. قمنا بتحسينات تركيب كاميرات مراقبة، تكييف، رجعنا الحق فضاء معناها فضاء تربوي معناها يستجيب إلى شروط كل ما هو كراس في كراس شروط جديدة، بل يمكن يكون أكثر منها شوية. وهذا الكل نحبوا نجلبوا الصغيرات ونعتنوا بهم في فضاء يكون معناها صحي وممتاز، وخاصة هو اللي ركزنا عليه كثير هو الإطار التربوي، معناها
اللي احنا اخذنا اطارات تربويه كفؤه معناها ومقتدره في هذا حتى باش يكونوا يعرفوا يربوا صغار. هو الروضه شنو هي؟ تربيه الاطفال ان شاء الله يخرجوا ويكونوا معناها ويلقوا فضاء معناها نظيف ومحترم وفيه كل الشروط اللازمه اللي باش يكون فيه الوليد مرتاح ولا البنيه مرتاحه. انطلقت كما هو معلوم دورة 2022 لامتحان البكالوريا والتي تتواصل إلى غاية يوم 15 من جوان الجاري بأكثر من 578 مركز امتحان، وقد ترشح لهذه الدورة حوالي 135 ألف مترشح معظمهم من الفتيات، حيث بلغت نسبة مشاركتهن في هذه الدورة قرابة 61% من جملة عدد المترشحين. كما تم تسجيل انخفاض في المترشحين بنسبة 10,000 مترشح لهذه الدورة التي شهدت أيضا ارتفاع في عدد المنتمين لشعبة الاقتصاد والتصرف حيث بلغت حوالي 43%. سلامة، عندك شكون في الباك؟ عندي بنتي تقرأ باك مات. كيفاش حضرت روح الامتحانات؟ هو الحقيقة تحضير من مدة من البريمير اني، والتحضير يبدا متواصل باش تبدا تبني نجاح تحضر النجاح على اسس خدمه متواصله خصوصا في النموذجي الريتم تبعته يعاونهم على الكنترول كونتينيو ويخليهم في هم كلهم في تنافس متواصل. وانتم قاعدين تعاونوا فيهم؟ الجو في الدار يحاول يزيد ماكسيموم باش يشجع على الظروف تاع القرايه والكالم وريتم هكا نطيحوا ستريس نعطيوها الثقة وما نقعدوش ندقوا ونبقوا في جزئيات، ولكن وقت اللي تستحق باش نعاونوها ولا باش نثبتوا عليها ولا باش نكونتروليو أمها الحق تعمل في مجهود معاها. النيفو نتاعها في وسط العام شنو؟ أنا شخصيا راضي برشا على وفي المجموعة الأوائل، معناتها مش من الأولى ما في المجموعة الأوائل، وهذيك هي نتيجة العمل معناتها المتواصل. عندك شكون يعدي اليوم في الباك؟ إي عندي بنتي إن شاء الله. شنو شعبها؟ باك سيونس إن شاء الله. وكيفاش حضرت امتحاناتها؟ والله هو الوالدين تحضر اكثر منهم نفسانيا، وهي الحمد لله عملت اللي عليها وان شاء الله موافقين باذن الله ليها واللي هما باك ان شاء الله الكل، وان شاء الله الله الموفق ان شاء الله ربي يوفقهم جاه النبي محمد. برشا اولياء يسلطوا ضغط على التلامذه، انتم منهم ولا لا؟ لا، يلزمنا احنا نحسهم باريحيه اكثر ويلزم هما يبدو متفرهدين، خاطر اذا كان يشوف الضغط نتاع الولي ولي هو يزيد يتاثر اكثر، دونك لازم نخلقوا لهم احنا جو نتاع راحه اكثر نفسانيا بدنيا فكريا، ما نحسوهمش رغم احنا نبدو حاسين ومعناها ثم ضغوطات علينا، يلزمنا احنا ما نحسوهمش ونطمنوهم، وما هي الا مرحله مش يتجاوزها باذن الله وان شاء الله ربي معهم. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة اتخذت عديد الإجراءات الصارمة ضد عملية الغش، من ذلك منع الهواتف الجوالة على كل المتدخلين في الاختبار باستثناء رئيس مركز الامتحان. السنة الفارطة عندنا تقريبا 900 وش حالة متاع غش اللي تفطلنا، والسنة حطينا حاضرين جاهزين، عندنا طرقنا الخاصة على مستوى الوزارة كيما هم يحاولوا يتحايلوا بطرق إلكترونية، احنا زادا عندنا طرق وعندنا إمكانيات حاطينها تو فرق تخدم على المسألة هذه. نحب نحذر الجميع من مغبة أنه واحد يغش في الامتحان، راهو باش ناخذوا معاه الإجراءات التأديبية القصوى، مانيش باش نكونوا متسامحين بالمرة، ولا مجال أنه نتراجع على عقوبات اتخاذ كما في عدي السنوات الفارطة، ساعات نخفض من العقوبة، راهو السنة ما عادش باش نتسامحوا بالكل ولا مجال أنه نخفض من العقوبة.
الأول كان مطمئنا للجميع، خاصة وأن مادة الفلسفة كانت في المتناول. شنو اليوم عديتوا الامتحان البكالوريا؟ اليوم عدينا، بدينا بالفلسفة. كيفاش كان الموضوع؟ والله هو لازمه شوية تركيز بطبيعته، الواحد باش يحضر وكل شيء، ريفيزيون واحد والنظام وفهمتي، ولا زوز مراقبين فهمتي، ولا ما فهمش كما يقولوا نحن حس واحد شخص منظمة على الاخر على الاخر، وان شاء الله الناس الكل تنجح. فين الليسي؟ الليسي نهج روسيا عديت، وانا نقرا هنا في الازدهار. تقرا في الخاص بريفي؟ نقرا في الخاص بريفي، ومشينا نهج روسيا عدينا، وغدوه ان شاء الله ايكونومي وانفورماتيك. موضوع اليوم شنو كان؟ حول النية والغيرية والسلطة وكل شيء فهمتني؟ موضوع معروف. موضوع معروف. كيف في سياسة العام قريت بجديد؟ قريت وقريت وعملت ريفيزيون. والله أنا واحد من الناس، أنا ما رقدتش البارح في الليل، استريسي واحد، أما بعد ما جيت لنا وشفت صحابي وشفت العبيد وشفت الدفوار، وخاصة أصعب فترة كنص ساعة قبل الدفوار، أما الحمد لله تعدى الدفوار به، واحد خرج فرحان وإن شاء الله يكمل هك. أصلا أنا الدفوار اللي جاكم اليوم أنا يظل في متناول. والله واحد هو جاي محضر كل شيء وعامل معمل على ربي وكل شيء، ما الحمد لله جاي في المتناول وجو بيع الدخل. محضر كل شيء ما لويش الستريس؟ والله ما تعرفش عليه، واحد بروجرام عام كامل راهو من سبتمبر لافريل وهو يحفظ في البروجرام كامل، ما تعرفش عليه تنسى حاجه في الستريس. عندك ثقه في روحك ما تخاف من شيء؟ ليه ثقه في روحي باز عندي، اما ما تعرفش عليه الستريس يركب لك نحي من فكرك هذا كل حاضر ما يهمك في شيء. قدرة ربي إن شاء الله واحد يفرح العبيد، خاصة الستريس يجي من العبيد اللي تسهل فيك والعبيد اللي تكلم. الستريس منين يجي؟ عبيد تكلم فيك من البارح وقت البارح وإن شاء الله ربي معك، هذاك هو الستريس اللي يركبك وإن شاء الله واحد ينجح بقدرة ربي. خليهم على جنب وركز في الامتحان. قدرة ربي إن شاء الله. موضوع اليوم سافا؟ سافا في متناول الجميع نورمالمون، معناها الأكثرية العبيد الكل نورمالمون تخدم فيه بالكدا. قبيلة حبيت نسألك، خفت؟ ريس بعد الدفوار ستريس فيزيكا، واحد مسكين مضغوط باش تجي اسئله وكل، دونك يعاود يتذكر نفس المواضيع نفس الحكايات، واحد ماذا بيه يتهرب منه الموضوع هذا. هذا ما عادش باش تعبر. تي واحد يرتي فضفض. بالنسبه للمواضيع الاخرى بحاضره تو جاهزه للامتحان؟ والله ان شاء الله ربي يسهل. حضرت؟ حضرت لي ماتيريال الكل كيف كيف غيري يعني، هما ما سافا. قسمت الاوقات نتاعك بين النوم بين الراحه بين القرايه بين المراجعه؟ والله مقسم اكيد، هو عنده برشا انا يعني مش تو باش تقسم. تقرا دروس خصوصيه؟ اي عم وقفنا يعني سافين سمين تو. شو اللي دروس خصوصيه؟ في القصيبه كما ليكوش استشان مات، اما وقفنا يزيك وقت باش انك تاخذ روحك تقرا وحدك، يربحك وقت تربح اقل بريسيون اقل ستريس اقل حكايات، تلقى روحك انت تعرف روحك شنو تخدم شنو ما تخدمش. ايش كانت الاجواء اليوم في البكالوريا؟ بكالوريا جات سهله، دفوار نتاع الفلسفه في المتناول فهمت، وان شاء الله يكملوا كيكا ان شاء الله يكملوا نفس المنوال وكهو. فاش حضرت ان شاء الله بنجاح؟ ان شاء الله بنجاح. فازت اللي قال لك عليه فاش حضرت انا شو دخلت كيما الناس الكل تقمر بزوز حاجات طاحوا لي زوز هذوكم، وفما حاجات يعني حكيت خدمت بثقافه عامه مي لولا فما حاجه ثقافه عامه وكاو المواضيع اللي جايه باش تقمر زاد؟ لا ذي كاينش نقمروا كاين ماتيريت مش برانسيبال كاو، ماتيريت برانسيبال ما نقمروش فيها. حاضر ان شاء الله الحمد لله كاو، هذاك شو نقول كاو الحمد لله. سلام. تقرا في نجم مرسيل؟ نعم. تعدي في نجم مرسيل؟ اي نعدي في نهج مارسيليا. وفيش الشعب اللي تعدي فيه؟ اقتصاد وتصرف. ايكونومي جستيون. اي شنو هو موضوع اليوم الفلسفة؟ اي زوز مواضيع اخترنا الدولة اللي هي تيح كل عام، وموضوع سهل على الاخر يعني نجم اي عبد حتى بحياته اليومية نجم يحكي فيه. وشنو الضرب نتاعها؟ واحد ونص. بالنسبة للايكونومي واحد ونص؟ واحد. ايكونومي واحد. بالنسبة للاداب يذول لي اربعة. اي كوفسيون كات نورمالمون. كيفاش كانت التحضيرات؟ والله كانت تحضيرات يعني واحد على اعصاب وكل شيء، اما كي دخل ساعه الدفوار وبروفيت باهين كها عجينا بالبدا. اليوم عديت باك؟ اي عديت دفوار فيلو لاباس قدرة ربي. كيف
فاش لقيتوا الموضوع مناسب مش مناسب؟ عادي مناسب للانسان للتلميذ العادي مناسب، وحتى اللي يفهم معناتها يكون ماهوش حافظ ولا حاجه سافاي نجم يعديه. في وسط العام تحضر بالكدا انت؟ في وسط العام شوي شوي، اما في الاخ مع شوي معاونه نتاع بوفيت كما مسيو معز بتاع الفرنسي يعاوننا مع تلفزيون بليش وكل شيء الحمد لله. معناتها عندنا بوفيت باهيين وعندنا بوفيت خايبين ما يسالش. المسيو نتاعك معز خايب ولا باهي؟ لا عز الناس. والدليل مش كلامي انا، وهذا كلام ود موسي الكل، سي ود موسي الكل يشهد به حتى اللي عنده واللي ما يقراش عنده. بدليل انه واقف معاكم. دليل مع واقف معانا عباره اخو كبير، عباره انسان قريب على الاخ، عباره مش بروف، عباره اخونا هذاك. باهي تو العلاقه بين الاستاذ والتلميذ. لازم تكون هكا علاقه الاستاذ بالتلميذ باش التلميذ نجم نلقاو من عنده ريزولتا اخر العام. تو حضورك يسجل له معنويات. اكيد انا ما نعسش انا نصلح. اما يلزمني نحضر مع اولادي، يلزمني نقف معاهم، يلزم كلمه باهيه. ماك تعرف مورال هو كل شيء، راهو مش كل شيء اما 80% بالحق. راهو بريزونس مورال جوغ ميم تاع ليكزامان راهي مهمه برشا، خاطر احنا نريفزو عام كامل وننساو. نجم انت اللي حضرتو عام كامل تجي نهار ليكزامان على غالب ما تكونش في نهارك، ولا ما رقدتش مليح ولا ما كليتش مليح. بالحق راهو هما دي كونساي بسيطين برشا، نصايح بسيطه اللي يشوفهم اما مهمين درجه كبيره. تصور انت تحضر عام كامل وتجي لي تدوفار ما ترقدش مليح وما تاكلش زي ما كش واكل، حتى البدن ما يجاوبش، المخ لا بريزونس ديسبري تكون ناقصه شويه. دونك هذو ما حاجات ان شاء الله ناخذوهم من كونسيديراسيون ان شاء الله. في وسط العام يتعبوك ولا؟ والله شوف اول عام خاطر بور لادابتاسيون انا اول عام في اليسار ود مارسي، دونك باش استانست بهم واستانسوا بيا الفالي افواغ شويه وقت. اما بعد الحق لا بصراحه معناها شوف وين تحط روحك تلقى روحك. راه كان انت تلميذي حسك اللي انت بالحق واقف على مصلحته وتحب على مصلحته وفما ان اوبجيكتيف. الاوبجيكتيف راه مش كان هو ينجح، خاطر نجاحه هو ونجاحك انت. دونك انت الميغواغ نتاع تلميذك في كل شيء، راه المؤسس اكيد جدا اكيد. وفي كل شيء راه فما برشا حاجات اهم برشا منك المعدل وكل 10 اللي تاخذها. فما ميساج بوزيتيف كي تعطيه لتلميذك اللي يحترم والديه واللي يخاف من انه يغشش باغ اكزومبل سي بارون، ولا يحترم استاذه ولا يحترم المؤسسه اللي هو فيها، اهم برشا من الكلمات. خاطر ديما نقولهم راهو اللي نكتبوا انا في التابلو اي سيت انترنت تحلو اي تنجم تلقاه باختو، مي الاهم وقت اللي باش تخرج من الساعتين هذوك باش خرجت وباش استفدت وكيفاش تنجم تواجه به من بعد كي تخرج المجتمع وتخرج الفاكولتي، كيفاش تنجم تكون شخصيتك معناها ايكيليبري. الطب النفسي ينصح أولياء التلاميذ بضبط النفس وتجنب كل ما من شأنه أن يتسبب لهم في الضغط النفسي أو الإرهاق. احنا توا في فترة الامتحانات، كما نعرف الامتحانات الوطنية إيكومبخي امتحانات البكالوريا، الفترة هذه فترة حساسة ونحسوا اللي فما فيها يكون فيها الضغط نفسي كالكسوة على الولي وإلا على التلميذ. احنا كيف نحبوا نعرفوا الضغط النفسي نقولوا اللي هو ردة فعل طبيعية اللي يمر بها اي انسان، اما نعرفوا اللي فما ستريس فافورابل وفما ديفافورابل. الفافورابل هو اللي خلينا نقولوا احنا يزيد باغ اكزومبل في لي بيرفورمانس، كيما بالنسبه لي سوجي سبورتيف. وقتاش يولي ديفافورابل؟ وقت اللي تكون احنا العلامات اللي نلقاوها في الضغط النفسي تكون لو فريكونس نتاعها زايده والا لانتونسيتي، يعني حاجه اللي تدوم. احنا نعرفوا تاثير الضغط النفسي شنو العلامات نتاعو، كي باش نحكيوا على العلامات نلقاو فما حاجه تتمس الادراك، ينجم تولي فما مشكل في التركيز في الانتباه، تولي فما نسوه كيما باي اكزومبل كيف على المجال الجسمي. نقولوا احنا مثلا نلقاو اللي فما عباد تولي تحس بالدوخه وجيعه في الراس وجيعه في الكرش، فشله، فما نلقاو اللي كاريمون بالبيتاسيون، فما وجيعه في القلب، فما زياده في الخفقان. دونك هذوما علامات من ضمن العلامات اللي نجم يعبر عليهم الضغط النفسي، اللي نلقاهم في الضغط النفسي. نصيحتنا بالنسبه للاولياء نقولوا ماذا بينا كالضغط اللي نحسوا فيه، خاطر نلقاو لامامون جينيرالمون تولي هي بيدها تاخذ في انكسيوليتيك، تقول لك انا بيدي ما عادش نرقد في الليل، تولي هي بيدها ما عادش تنجم تمشي تخدم ولا تعطي روندمون في الخدمه، تنجم تولي تكون فما مشاكل في العائله، كيف يولي عندها ردود فعل فيها عنف مع صغيراتها. تلمو صغير التلميذ نقولوا احنا يولي يحس بك المسؤولية، هو بدون نعم الضغط اللي يحسه لو قدم على امتحان يحس اللي فما مسؤولية باش ما يخيبش ظن الأم ولا البو.
دونك هوني ماذا بينا كبارون كأولياء احنا بيدنا نعرفوا كيفاش نتحكموا في رواحنا، نتحكموا في الضغط هذا، ماذا بينا لا افراط ولا تفريط، كيف كيف نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع صغيراتنا، يكون فما حوار، نعرفوا اللي هي فتره نتاع امتحان اللي نحاولوا ناخذوها بكل سهوله وبكل سلاسه. كيدز أكاديمي تبدو في ظهرها روضة عادية لا تختلف عن بقية الرياض في شيء، ولكن في باطنها ليس نظر وتحقيق بل فن وإبداع، فهي مؤسسة تربوية ثقافية بامتياز، وقد أثبتت ذلك من خلال حفلها السنوي الذي نظمته بفضاء التياترو الأربعاء الماضي، فكانت المفاجأة في اكتشاف الأولياء لأبنائهم المبدعين والمبدعات. روض الأكاديمي أعتقد أنه مهرجان والله هو حاولنا معنا نوعه أن تكون البرنامج ثري بمسرحيات كوميدي ميوزيكال دانس كل ما تعلموه الصغار عنا كما كنا حكينا قبل احنا الهوية في كيدز أكاديمي هي الأنشطة الفنية خاصة أبار اللي تعلموه معنا بطبيعة الحال المشاريع والبرامج اللي تابع المندوبية نضيفوا برشا أنشطة فنية من الموسيقى للمسرح للرقص للسينما ساعات عنا فيلم زادة كم اشتغلتوا عليه إن شاء الله صورناه مع الصغار سور بلاس دونك حبينا بالحق برنامج ثري جدا يكون فيه اللي تعلموه براتيكمون الكل على الأقل لمحة من اللي تعلموه صغيراتنا والحمد لله كم ريتم وحدكم كانوا في المستوى تبارك الله عليهم بالحق عملنا عليهم ونورونا الحمد لله بطبيعة تام الحفل الاختتام هو الوطن يعني شفتوا حتى الديكوراسيون واللبسة وكل شيء كانت متناسقة مع الألوان معناها متاع درب وتونس أحمر وبيض والنجمة والهلال فما برشا موسيقى وكلام على كله يوحي معناها بالتام هذا يعني اللي هو الوطن والحمد لله. أنتم حاضرين معنا اليوم هذا حفل اختتام سنة دراسية 2021-2022 مع كيدز أكاديمي هذه خدمة متاع عام كامل
خدمنا برشا مسرح، خدمنا برشا ميوزيك، كورال، قرآن، خدمنا برشا على الحفاظة، على الأداءات متاع الصغار، كل واحد في شيء أدي حاجة معناها أطرناهم في الاتجاه هذايا. عملنا مسرحية أرض جدود، عملنا دي دانس مودرن عربي فرنسي، دي ميساج اون ايتي ترانسمي باغ لي زونفون، معناها ديما دون لو سونس احنا نحبوا الجينيراسيون هذايا تكبر وتكبر باهية وتكبر متعلمة ومتثقفة باش تنور البلاد وتقدم بالبلاد هذه القدام، وهذاك المساج والتهم متاع الحفلة متاعنا. إن شاء الله تكون تعجبكم شوية اللي باش تفرجوا فيه، وهذا هو احنا الأمل في صغيراتنا، إن شاء الله نكون وصلنا الرسالة. أنا من الأول استغربت كي سمعت باش تعملوا الحفل في التياترو، لكن كي شفت العرض متاع الصغيرات والمسرح فهمت عليه. ممثلين خاطر عين عنا دي غراند ستار، اي عنا ممثلين باهين، يعني كيما قلت لك المره اللي فاتت كل صغير فنان في ذاته من داخل، واحنا دورنا نخرجوا الحاجه اللي فيه، خرجوا البوتنسيال اللي عنده. عديت اليوم مسرحية؟ مسرحية بتاع اليوم؟ بتاع محليك اليوم في المسرحية، علاش متغش؟ بس كل يصفقوا عليك محليك محليك. نحبش نعمل، نحبش نعمل. شو اسمك؟ أسوأ. أنا روضة. شو روضة بتاعك؟ فينيكس أكاديمي. إكس أكاديمي. وليت بتاع مبدعين وفنانين. أنت فنانة. مامتي فنانة. في العرض والله يعطيهم الصحه الوليدات، يعطيهم الصحه ساعة للمعلمين نتاعهم وخدمه كيتس اكاديمي سنه بالكده بالكده بالمدير نتاعهم بالليمتريس كل خدمه مسا ما شاء الله. تشوفوا في العرض كيف عداوه مسرحيه هايله وصغار باش تلقى صغار في العمر هذوما صغار بالكل، معناه يعملوا لك مسرحيه كيما هكا ويركزوا فيها ومسرحيه طويله. دي جيد جدا. لا دي يعطيهم الصحه، مركزين ظاهرين خدمة طويلة ذي يخدموا فيها عام كامل مش متاع شهر ولا جمعة ولا جمعتين. ونشكروا الكيتس أكاديمية يعطيهم الصحة، برافو بون كونتينياسيون، ماذا بينا يكملوا يخدموا هكايا خاطر حتى صغار نحسوا فيهم تبدلوا معانا في الدار ولا واعيين ويعرفوا يتكلموا ويعرفوا، وهذا كله مناش مش من احنا خاطر ما نعيشوش معاهم وما يعيشوا في الروضة ذيك معناها من الصباح لليل. دونك شنو اللي يعطيهم الصحة لمتريس سي بدري يعطيه الصحة ويكثر خيره ويخدموا على رواحهم ومسرحية طيارة عداوة. ولدك شنو تقول؟ ولدي إن شاء الله يكمل هكايا، أنا بديت نخمش ندخلوا المسرح من اللي هو صغير. تراك ما ثماش؟ لا 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 ما ثماش، قلت لك قلت لك هذه الخدمة راهي مش نتاع ما نصورش نتاع شهر ولا شهرين، نتاع عام كامل يخدموا فيها هذا. خاطر منحيين لهم تراك صغار، قلت لك صعيب باش تنحي الطفل صغير عمره 4 سنين ولا عمره 5 سنين تراك وتخليها كيس يرسان معناها اول مره في حياته، يعني كان نطلع انا تو يرسان تو ندخل بعض. وتبارك الله خدم ومريق اللي يعطيه الصحه الدومه وكاو. رانا طالعين، رانا ولاد مسرح، راهو بالحق راهو لحن القشعر يسحقوا التصفيقه
تقبلوا التلامذة الصغار كل معناها فرد مستوي في العمر؟ احنا الاعمار عندنا من ابارتير من عام، يعني هذيك المحضنه الكريش اقل من 3 سنوات، وحتى ايش بطبيعة عندنا اخر قسم هو 5-6 سنوات. تسجلوا السنه الجديده؟ ما زلنا نكملوا في حفل الاختتام، وبعدها بالضبط باش نبداو نسجلوا للسنه الجديده. اللي بالحق يحب معناها يلتحق ولا يخلي ولده يعني يتمتع بالسيرفيس هذوما الكل، وممكن ياسر يطلع ولده كيف ما صغار هذوما عنده موهبه ومش في ما في بالوش بها. دونك عندنا كيتس اكاديمي جاردان دونفون الباج فيسبوك، والا رقم 94-087-201، ومرحبا بيها توماما. مرحبا بكم في برنامج علمني.